صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في عند قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون، يقول انتشر في الآونة الأخيرة أن هذه الآية فيها إشارة على أن الطيور ستنقرض بسبب إنفلونزا الطيور، بحيث إن الاشتهاء للطيور في الجنة يكون بعد انقطاعها وتشوق المؤمنين لها فتكون لهم جزاء في الجنة، فما رأيكم في هذا القول؟ هذا من الخرابيط، من القول على الله بغير علم. ما أحد يقول هذا من أهل العلم، إنما يقول هذا الجهال والمتعالمون. نعم.